أهلا بكم من جديد. ولما أصبح أغلبية المشاهدين بيعتبروا أنه منبرنا الـ 15-44 هو صوت المواطن وين ما بيكون ومين ما بيكون، اختارت الرئيسة برناديت عجيل عبر محاميتها الأستاذي مي الخنسة منبرنا لتقديم قراءة وشرح لكل ما عرض وقيل حول الإشكال اللي حصل مع القاضي بناء على مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة، وذلك إظهارا للحق والحقيقة. تقرير وبنرجع نشوف شو القصة بكاملها. من فترة قصيرة عرضت إحدى الوسائل الإعلامية فيديو من كاميرا مراقبة تظهر فيها القاضي برناديت عجيل عم تعتدي بالضرب على امرأة. وكمان تم عرض مشاهد بين زوج القاضي عم يعتدي بالضرب على المرأة ذاتها وعلى الشاب. القاضي عجيل طلبت ان توضح يلي صار عبر محاميتها اللي رح تطل معنا الليلة، فكيف رح تبرر المشاهد يلي شفناها وشو هي المشاهد يلي ما شفناها او ما تم التركيز عليها. استاذي مي مساء الخير. مساء النور. اهلا فيكي. اهلا فيك. طبعا في توضيح حول الفيلم اللي انتشر عن ما قيل عن اعتداء الرئيسي برناديت عجيل على جارتها بالبنية، وشن هجوم كتير كبير انه كيف لقاضي ان تتصرف مثل هذا التصرف وهي مؤتمنة على العدل والحق وان تحكم بالحق والعدل بين الناس. حضرتكم توجهتوا لإلنا بأنه هناك توضيح حول ما يختص هذا الفيلم وأنه ورد في بعض المغالطات اللي حولت الظالمة إلى مظلومة والمظلومة إلى ظالمة، وكأنكم عم توحوا بأنه القاضي برناديت عجيل هي من تعرض للاعتداء بهذا الفيلم وليس العكس، ولكن بالشكل الذي عرض فيه الفيلم تبين وكأنه القاضي هي المعتدية على جارتها. نحن سنكون موضوعيين كل الموضوعية بهذا الموضوع ونترك للمشاهد هو أن يقرر ما إذا كانت القاضي برناديت عجيل هي ضحية هذا الفيلم أو هي كانت يعني ضحية أو معتدية بهذا الموضوع. ونشكر ثقتكم أنكم توجهتوا لنا لتوضيح هذا الموضوع، علما أنه كان بإمكانكم توضحوا على نفس القناة اللي عرضت هذا الفيلم، ولكن أنا أقدر لكم هذا الاختيار وأشكركم. وأنا كلني سمع مع الرأي العام والمشاهد، ورح نرجع نروح بالتفاصيل بالصورة لتحددي لنا حقيقة اللي حصل لحظة بلحظة بالصورة شو صار وكيف تحولت الأمور إلى ما تحولت إليه. تفضلي. بداية أنا بدي أوجه تحية للمشاهدين وتحية لحضرتك. شكرا. تحية للأم تي في. والحقيقة مثل ما ذكرت حضرتك أنه نحن كلنا ثقة بتوني خليفة 15-44، أساسا كلنا ثقة فيه لأنه معودين على برامجه تكون صادقة، وحتى يعني من قبل بالبرامج السابقة أنه حتى لو كان في خطأ كان يصحح الخطأ بكل طبعا. جرأة وبكل موضوعية. أول شيء بحب أوضح أنا للمشاهدين أنه هيدا الفيديو اللي شافوه هي موكلتي اللي حطته أمام القضاء، يعني الكاميرا اللي بيت موكلتي هو اللي لقط هالمشاهد هاي، وهي ما رضيت إلا تحط الفيديو كامل. هي الكاميرا ببيت القاضية ولا بالبناية اللي بتسكن فيها؟ هي مركبتها، لا ببيتها مركبة، هي كاميرا على المدخل. تسجيلات عندها يعني؟ عندها هي هي. نعم. كيف وصلت للفريق الآخر؟ نحن قدمناها للقضاء. قدمتوها للقضاء، بس كيف حصل عليها الفريق قدم الآخر؟ قدم طلب الفريق الآخر أمام قاضي الجزاء، لأن نحن مدعيين أمام قضاء الجزاء. نعم. وصار في ضغطات عم وكلي للتراجع عن دعوة موكلتي، لكن هي رفضت التراجع عن دعوة. ضغطات عبر مين؟ ضغطات عبر جهات معينة. أنا هلأ ما بدي سمي هذا يعني لحتى ما نفوت نحن بمتاهات أخرى، يعني بدي ركز على شغلة أنه هل موكلتي معتدى علي أم هي المعتدية. بس بين هلالين يبدو أنه سماع دوي انفجار قوي جدا في صيدا، في منطقة صيدا. طبعا كل التفاصيل إن شاء الله يكون يعني ما يكون في ضحايا، ما يكون في أي أذية لأي أحد،
التفاصيل رح نوفيكم فيها لحظة بلحظة فور ورودها إلينا. تفضلي استاذي. الحقيقة مثل ما بعرف إذا كان الشريط رح تعرضه حضرتك هلأ، بس أنا يعني أنا اللي بهمني أفهمه بالأول إنه هيدا الشريط اللي انعرض هو القاضية تقدمت فيه بشكوى على على ضد المعتدين عليها. نعم. لهن دبروا هالشيء هيدا لأنه هلأ الفيديو اللي حيفرجك في النهاية يعني نوع من المؤامرة. نعم. لأسباب لخلفية سابقة، يعني هي موكلتي ما بتعرف هاي السيدة اللي هي صار الإشكال. نعم. آخر شيء معها، لكن في بعض السكان بالبناية واللي هن يمكن عندهم جرائم سابقة يعني وكانوا ملاحقين حتى يعني أحد الجيران مات ابنه هو عم يلعب بقنبلة داخل البيت، يعني عندهم أشياء كتير مش موضع علامة استفهام مقيمين. نعم. تحت مباشرة للرئيس، أما هي السيدة ما بتعرفها نهائيا، فمبين هون كيف حاولوا يعني ناقمين عليها لأنه أول شيء يمكن تقدمت لشركة المي وشركة الكهرباء. نعم. أنه في سرقات وفي تعديات على أموال الدولة وهي قاضي يعني بتشتغل بمكان، هي بتقول انه كان في سرقه كهرباء سرقه مي بالبنايه، سرقه كهرباء وسرقه مي، وعملت كتاب بكل شفافيه انه هي عم تقدم تعو يا شركه الكهرباء وتعو يا مؤسسه. خلينا نمشي معك استاذي لحظه بلحظه بالفيديو لا تشرحي لنا كيف القاضيه عجال هي ضحيه منا معتديه. يعني كيف بوجهه نظركم؟ مش وجهه نظرنا بالحقيقه. اوكي، بس الحقيقه بدكم تسبتوها للراي العام لانه الراي العام شايف فيديو كل يعني عم بيقول انه كيف قاضيه بتحلش مواطنه بشعره وبتكبه على الارض. نحن بذكر المشاهدين انه نحن حطينا الفيديو كامل وما قبلت موكلتي نهائيا، هي قاضيه قالت لي انا ما بقبل اشتزي اي جزء منه، يعني كان فيها تحط. نعم. الجزء الاولاني واللي هلا رح يفرجي شو صار فيه، او الجزء الاخراني اللي كمان رح نشوف شو صار فيه. هي قالت لي انا ما بقبل اني احذف ولا اي مشهد من الفيديو لاني انا كنت في محل، كنت انا بحال دفاع عن نفسي وكان زوجي كمان بحال دفاع عني، يعني. نعم. هالمشهد هيدا اللي خلينا نبتدي بالفيلم. بدي عزبك استاذ فادي اذا فينا نبلش نشوف بعض المشاهد هيدا الهون، يا ريت بترافقينا بالصوت. قدامك استاذي شو عم بيصير؟ قطع شاب شعره طويل. ايوه هيدا الشاب اللي هو حط هلا هيدا البرميل، نزل البرميل نزل وهو مبعوث. هيدا يعني من الجنسيه السوريه الشاب. ايه مزبوط صح. نعم. وبيطلع عند هاي هون شو عم تعمل الرئيسي؟ عم تقلها اللي بتساعدها بالبيت لتقلها تعي سكر الجنزير بعد ما انفل. نعم. يعني هيدا عادة كل يوم هون، فإذا كانت عم بتدق للي بتساعدها بالبيت لتقلها سكر الجنزير بعد ما انفل. ايه مزبوط. ما بترد عليها هون؟ ايه يعني هي نزلت ما بترد عليها. نعم، بترجع بتعمل حالها وبتمشي بتفل. هلا بتمشي هي عادة يعني رئيسة سيدة مؤمنة. نعم. بديانتها بتحب كل يوم الصبح تنزل تصلي قدام هيدا مثل ما بتحب قدام تمثال العذراء. شوف هيدا شوف البرميل كيف جايبينه وهن مبعوج. نعم. زاحته بكل هدوء، ما بتحب شيء ينحط قدام العذراء. زاحته من قدام العذراء حطته قدام بيت المرأة اللي بتساعدها. لا قدام بيت الناطور هيدا هون. بيت الناطور ما في حدا. نعم نعم. ما في حدا، يعني زاحت وهون راحت على سيارتها. راحت على سيارتها وعم تطلع على البنت لتشوفها إذا كانت انتبهت للجرس وهي عم تقلها لتيجي تسكر محلها بالمحل ما بتوقف. نعم. هلا هون هي الست اللي هي طلعت وقالت إنه القاضية اعتدت علي وإنه هون شوف. نعم. عم بفرجيها هون إنه هي كيف هيدا كأنه هي الرئيسة هون عم ينسبوا لها إنه هي اللي بعجت. ايه شوف يعني هيك. نعم. إنه هي اللي بعجته، يعني هيدا أمر. نعم. طبعا هون الشاب اللي لابس أسود، إذا هو من الجنسية السورية. الشاب اللي لابس أصفر كمان هيدا يعني من مجموعة هني كان ثلاث أربع شباب بيشتغلوا تقريباً بالبنية. مش من البناية، هن من البناية. سكان. سكان البناية، بس هيدا الشاب السوري. نعم. لا مش من البناية. هلا هي راحت مسرعة، شو راحت تعمل؟ راحت مسرعة، راحت راحت عليها على السيارة تسبسب وتهدد. وتهدد. مزبوط. يعني كلمات كتير رئاسية وعبارات. هلا هي عم بتشتم القاضية وعم بتهددها. قالت لها بفرجيكي. هلا إذا بتعيدها أستاذ توني هي شفت لها هلا هون، قلت لها هلا أنا فرجيكي. يعني جاي. وعارفين انه هن بده يعملوا شيء. فاذا هي توجهت لها على السياره وهددتها. طبعا هلا في تسجيل صوتي، نحن ان شاء الله بحلقه ثانيه رح نفرجيك العبارات. نعم. اللي هون هي. شو بيصير هون؟ بيجي زوجها للقاضي. هيدا زوجها للقاضي على. ايه. فكره رح اقول انا زوجها للقاضي هو عسكري بالجيش اللبناني. صح 100%. نعم. هو عسكري بالجيش اللبناني ينزل، يعني شاف ناس محوكمين حول مدامته. نعم. ويعني اكيد في شيء ما بيعرفون ولا بيعرفوه، فكان ممكن هي سيارته اللي هونيك. السياره اللي سيارته واقفين هني حدا بوقفهم. ايه عم بيعملوا. نعم. عم يكتبوا. فقال يعني قام بيقول لها شوفي
قالوا يعني حكيوا كلام كثير. هون دخل الشاب قال له ما تتعاطى يعني حسب ما ما حيكين. هو الزوجة عم بيقول له انت ما خصك لا عم نعم. بيحكي مع الست جاكلين وقال له لسوري قال له انت ما خصك هون الموضوع. هون الشاب اللي لابس اسود هو يمكن بيبتدي ب طبعا هون الشاب هون هلا هو رفع ايده عليه ودفشه للعس لجوزة للقضية اللي هو عسكري بالجيش اللبناني مزبوط نعم. صح وهون شوف هون بلش الاشكال بلش الاعتداء هون بلش الاعتداء لنشوف مين معتدي ومين معتد عليه. هلا هاي ست جاكلين اللي هي كانت عملت حالها ملاك بال نعم بفضائيه ثانيه شوف كيف هلا بتمنعه يدافع عن نفسه. لاحظ سيسوني بتصير تلقطه يا ريت ايوه ممنوع يدافع عن نفسه يعني بتمنع يدافع عن نفسه وهلا نعم. بتطلب اشخاص اخرين لمسانده سوري وهن واقفين برا بتعيط لاشخاص اخرين تعوا عم تطلبهم خانقوا لزوجها للقاضي ومع هيك نعم هون بتنزل هون الرئيسي برناديت كان في زميلتها الرئيسه حنا بالوج قالت لها اطلب الشرطه عم طلع بالرئيسة حنا بهي هون عم بتقول لها اطلب الشرطه الرئيسة حنا قالت لها اطلب الشرطه يعني سمعت صوت زوجها وسمعت انه عم بالعالم عم تجي نعم. هلا شوف كم واحد صار على زوجها مزبوط لاحظ يعني بالبدايه ما في اي شيء يعني ما تحركت يعني عم تحاول تزيح ما عم تقدر يعني كذا شخص عليه ما عم تقدر بس غريب انه الناس ما يعني ما حدا عم يتدخل لل ما هن هدول يعني جاي هدول اشخاص لهم كلهم لهم لاحظ هلا هون ما بعرف في مشهد راح كيف هون ست جاكلين بتحاول عم تمنع زوجها للرئيسي انه يدافع عن نفسه وبتقشط له ايده كل ما بده يقدر يدافع عم تقشط له تشيل له ايده يعني بس هون في حدا حيلش مين هلا هون مش مبين هلا هون لا هون بدها تحاول للرئيسي عم تحاول تشيلها لاحظ قد ايه مرق يعني مرق وقت مرق على المقليه شيء نص دقيقه وهي عم تحاول هلا هون الرئيسي هون حلشتها ايه مزبوط اللي هي بدنا نقول حلشتها وهي حال الدفاع عن النفس حال دفاع مشروع هيدا بالقانون وبالشرع وبكل هيدا بس وقعت هلا هون هلا بترجع هي جاكلين شوف شو بتعمل بالرئيسي بهاللحظه هاي بس هون رجعت الريزي مزبوط هون مزبوط ما عم نحن المشهد عم لك نحن الفيلم نحن حاطينه هلا هون هي كمشتها للريسي برقبتها هون عم تخنقها هون هلا هي عم تخنق الريسي عم بيحاولوا هي على الارض هون مبين من راس الريسي انه كانه لقطتها برقبتها او براسها ما عم يقدروا يسحبوها ما عم تفلتها نعم على فكره الريسي اجهضت من ورا يعني صار عندها اجهضت صار عندها إيه. واحنا تقدمنا هون عم بيجربوا يقوموها ما عم تفلتها هي ما عم تفلتها ما عم تقبل هون بيحاول زوجها يعني يضربها لا تفلتها ما عم تفلتها يعني عرفت فعن نفهه اكيد هلا هون يعني حق دفاع هذا حق دفاع مشروع يعني واحد يعني عم حاله عم يخنقها يعني عم تخنق الرئيسي هيك قدام عدد كبير شوف العدد الكبير كله مع هالست هاي هلا هون عملت حالها انه هي بحاله عملت حالها ولا هي لا يا حيا هلا بعد شوي بتشوف هلا بتستفق شيء بجيبتها ما بعرف شو بورتكليه مفتاح كذا بتفتش ما بتلاقيه هلا هون بعدها عم تعمل شيء هلا بتستفقد الشيء بتصير تدور عليه هلا مبينه ان هلا انا ما رح اقول انه يعني اكيد الواحد نتيجه الضرب يعني وانت مبلش حلقتك اليوم من اولها بالضرب الله يستر على شو اخر الحلقه ما ناكلها قتله نحن هلا هون انتهى الاشكال ورجعت هددتها للرئيسي لاحظ هلا هون رجعت قامت ورجعت عم تهددها للرئيسي وبتقلها انا بعرفك من انت وكذا حتى هلا في مشهد بعد بتقلها الرئيسي انه ليش عملتوا هيك يعني شو في لحتى كل هالمشكل هيدا لاحظ هيدا هون. مين اللي لابس اسود هاي ما بعرف هدول الناس اصحابها لست جاكلين اللي هي يعني هي جابت شي 3-4 اشخاص ثلاث اربع اشخاص نحن مش عارفينهم من هن وهلا هو الموضوع امام القضاء اللبناني فاذا المهم بهذا الموضوع كان توضيح الفيلم اللي انتشر لانه انتشر الفيلم وكانه القاضي برناديت عجيل هي اعتدت على جارتها بالضرب هلا اكيد هون في مطرح هلا ما بعرف كيف يعتبر حق دفاع عن النفس البعض اخذ على الرئيسي انه انت كان مفروض تضبطي اعصابك يعني بيموت يعني ولا تتصر يعني يعني ما تنجري ل طب قد ايه ضبطت اعصابها لاحظ على السياره لحقوها نعم.
عملت لها انا فرجيك بس حتى واحد يعني وقت المشكل يمكن يعني اي شخص منا بحاله المشكل والانفعال ممكن يعمل اي شيء ويدافع عن نفسه باي طريقه. اكيد حتى في ماده بالقانون انه حالات الانفعال الشديد وكذا يعني شو بدك صبر اكثر من هيك. هلا عم تقولي كمان عندكم تسجيلات بالصوت ممكن تزودينا فيهم لاثبات حقيقه كل شيء اللي حصل. مش بس حقيقه العبارات النابيه اللي هي تلفظ فيها. هل الاشي هاي نحن ما كنا حابين نحطها، كنا يعني ناويين خلي القضاء ياخذ على اللي شافه، لكن هلا بما انه هاي الست يعني عملت انه هي الملاك وهي والرئيسه هي اللي اعتدت وهي اللي ضربت وهي اللي عملت، فهلا هون يعني مبين كيف مخطط، هو مخطط كل هدفه انه يشيلوا الرئيسي من المبنى لانه هي ساكنه بمبنى في عدد من المخالفين. طيب مين هن القضاة اللي حاولوا يضغطوا على القاضي لسحب القضية؟ انا قلت شخصيات. انا عم اقول لك من هم القضاة؟ انا لا ما احب اسمي، انا هلا هون ما احب اسمي، انا هون جاي يعني بس لوضع، لانه هالفتره يعني عم نسمع كثير قاضي ضغط على قاضي، قاضي اتصل بقاضي، قاضي طلب من قاضي الادعاء على شخص، قاضي يعني عم نسمعها كتير يعني هيدي هاي الفترة. ودائما في ناس بتقول لأنه نحن نؤمن بالقضاء والقضاء عنا صورة كتير كبيرة ما بنحب نهزه للقضاء، بس بخاف يجي شي يوم وإذا ما انضبط هيدا الموضوع ويطلع أشخاص يسموا الأسماء بالأشياء بأسماء يعني بيصير في مشاكل، لأنه كتير عم نسمع بأنه يا خي قاضي اتصل بقاضي وطلب منه انه يعمل كذا او ضغط على قاضي يكون اكبر منه رتبة او من هيدا الموضوع. انه حضرتك قلتي قاضي ينضغط عليها، يعني اذا قاضي ينضغط عليها لتسحب دعواها ضد اشخاص حاولوا يضغط عليها مدنيين، قالت لهم انا لا انا بدي امشي للاخر انا اذا علي حق، يعني هي لو كان فعلا غلطانه شايفه حالها هي غلطانه، هي قاضي بتعرف بالقانون وبتعرف حق الدفاع، يعني هي دافعت بايدها، ضرب كان بالايد وهي دافعت بالايد، وهي بالنتيجه القضيه هلا امام القضاء بعهدة القضاء. نحن بانتظار قرار القضاء لنسخ فيه، نتمنى انه القضاء كمان يتحرك لانه صار في حاله اجهاض وهي جنايه. نعم. كمان نتمنى انه هي تسببت فيها ست جاكلين، نتمنى انه يعني بعد هالحلقه هاي دوله رئيس الحكومه تمام بيك سلام بنوجه له تحيه، هو تحرك وقت اللي طلعت ست جاكلين على احد الفضائيات. نعم. وقالت انه تم الاعتداء علي، بنقول له يا دوله الرئيس هاي السيده هي قاضيه وهي تحمي الشعب والقانون وكانت بحال دفاع عن النفس وهي تم إجهاضها وهي جناية بالقانون اللبناني، نتمنى على دولتك بما أنه هي بديوان المحاسبة وفي له سلطة هو على مباشرة على ديوان المحاسبة أنه تتحول. شكرا لك أستاذي مي الخنسة، شكرا أولا لثقتكم فينا، شكرا وثانيا لحضورك معنا. خلينا نشوف ما هو التالي ونتابع. شكرا.